النشرة الرابعة على قناة ليبيا، حياكم الله. البداية مع أبرز العناوين. خلال اجتماعه الرابع، مجلس وزراء الحكومة الليبية يتخذ جملة من القرارات المهمة. تسجيل 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا و586 حالة شفاء. صندوق الضمان الاجتماعي المرج يناقش مشروع الميزانية التقديرية الضمانية للعام القادم. عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية أمس اجتماعه العادي الرابع لهذا العام برئاسة رئيس الوزراء عبد الله الثني وحضور أعضاء المجلس، وقد استهل المجلس اجتماعه بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام القادم، متخذا جملة من القرارات والإجراءات المهمة في مجالات طبية وتعليمية واقتصادية وأمنية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. في إطار النهوض بسير العمل في القطاعات المختلفة بالدولة، عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية اجتماعه العادي الرابع لهذا العام برئاسة رئيس الوزراء عبد الله الثني وحضور أعضاء المجلس. محور الاجتماع كان حول مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، متخذا على إثرها عدة قرارات وإجراءات مهمة، أبرزها الموافقة على اعتماد مركز لمرضى السكري بمنطقة الجردة الشاطئ على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. كما قرر إعادة تسمية مستشفى الأمراض النفسية بنغازي إلى مستشفى الدكتور المرحوم علي الرواعي تخليدا لجهوده المبذولة في القطاع، فيما اعتمد المجلس مستشفى الشهيد عطية الكاسح ببلدية الكفرة كمستشفى تعليمي، إضافة إلى اعتماد مركز الغدد الصماء جمينس مع منحه الذمة المالية المستقلة والشخصية الاعتبارية، واعتماد المركز الصحي زلة كمستشفى قروي بسعة 40 سريراً. وفي الشأن التعليمي، قرر المجلس الموافقة على ترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة جمينس إلى كلية للعلوم التقنية، وترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة درنا إلى كلية للعلوم التقنية، إضافة إلى ترفيع المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بالخاثر إلى معهد عال للمهن الشاملة. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع إحالة قانون إنشاء سوق المال الليبي إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إضافة إلى الموافقة على إحالة قانون المعاملات الإلكترونية إلى مجلس النواب. هذا ووافق المجلس على اعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية للمشاريع، مؤكدا عدم السماح بدخول العمالة الأجنبية عبر المنافذ إلا بعد اتباع الإجراءات المنظمة لهذا الأمر وموافقة جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة العمل والتأهيل ووزارة الداخلية. كما وافق المجلس على إعادة تعيين ضباط الصف من أعضاء هيئة الشرطة الذين اجتازوا الدورة التدريبية بالمعهد العالي للضباط وعددهم 213 عضواً كضباط في وزارة الداخلية. أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية استمرار قبول ملفات الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية في بلدية سواني بن آدم. هذا وأعلنت اللجنة أيضا أنه سيقفل باب الترشح للعضوية يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من نوفمبر الجاري، كما سيتم استلام ملفات الترشح من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا بمقر اللجان الفرعية المعنية. شارك المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس في ورشة عمل بطرابلس حول تحديث خطة الاستجابة الوطنية لمجابة فيروس كورونا وفقا لتطور الوضع الوبائي الحالي، وذلك بمشاركة القطاعات العاملة في مواجهة هذه الجائحة. هذا وألقى مدير عام المركز المكلف حسين بن عثمان كلمة حيا فيها كل العاملين في المؤسسات والمرافق الصحية ومراكز العزل والفلترة والمختبرات الخاصة بجائحة كورونا، كما أكد على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف العمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات الصحية لكل المرضى في كافة أرجاء البلاد.
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس من أصل 4282 عينة استلمها المختبر المرجعي للمركز. هذا كما سجلت ليبيا 586 حالة شفاء و13 حالة وفاة. المزيد حول الوضع الوبائي نتابعه في هذا التقرير. 875 هو الرقم الجديد الذي سجلته ليبيا في أعداد الإصابات بكورونا لنهار الثلاثاء. هذا الرقم حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض فيه 575 حالة جديدة، أما العدد الباقي فهو لمخالطين. المركز وفي بيانه رقم 274 حول التحديث اليومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد قال إن الرقم المسجل هو من أصل 4282 عينة، حيث تم تسجيل أكبر عدد للإصابات بمدينة طرابلس التي سجلت وحدها 433 إصابة، وهو نصف العدد الكلي للإصابات. أما تفاصيل حالات الشفاء المسجلة أمس بليبيا فقد بلغ عددها 586، سجلت في 9 مدن. والوفيات حسب المركز دائما فقد سجلت ليبيا ثلاثاء 13 حالة، هي الأخرى سجلت في 8 مدن. وبحصيلة الثلاثاء يصل العدد الإجمالي للإصابات في ليبيا إلى 70885 حالة، منها 27817 حالة نشطة، أما المتعافون فقد بلغ عددهم الكلي 42098، والوفيات 970 حالة جراء الفيروس. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 12 إصابة بكورونا، منها 6 حالات جديدة و6 أخرى تعود لمخالطين. المركز وفي نشرته اليومية حول الوضع الوبائي بسبها قال إن إجمالي العينات الخاصة بفحص فيروس كورونا المستجد بلغ 54 عينة، كما أوضح أن حالات الإصابة هي من الغريفة والشاطئ ومرزق. أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابة جائحة كورونا ببلدية مصراتة تسجيل 116 إصابة بكورونا أمس في البلدية، كما أعلنت اللجنة تسجيل 120 حالة شفاء و4 حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلدية إلى 6078، منها 1961 حالة نشطة، أما حالات الشفاء فقد بلغت 3939 والوفيات 178 حالة. استلم فريق الرصد والتقصي بلجنة الأزمة لمجابة وباء كورونا ببلدية سرمان أمس نتائج 33 مسحة من وحدة التشخيص الجزيئي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة، جاءت نتائج 4 منها موجبة. وأكد الفريق تعافي 14 حالة من الفيروس وعدم تسجيل أي حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بكورونا في البلدية منذ بدء الجائحة إلى 667 إصابة، شفي منهم 384، في حين توفي 35 شخصا بالفيروس. أعلنت إدارة برج الأمل بمركز بنغازي الطبي عن وجود تفاوت نسبي في عدد الإصابات أمس بفيروس كورونا ووصول وحدة العناية الفائقة إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، حيث وصل عدد الحالات داخل غرف العناية الفائقة حسب إدارة برج الأمل إلى 22 حالة مع تزايد حالات الاشتباه. وأضافت أن الحالات داخل الحجر الصحي بلغ عددها 45 إصابة بقسم الرجال و21 بقسم النساء. وأشار برج الأمل إلى أن المرضى في حالة دخول مستمر. أكدت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات أو حالات شفاء جديدة بالكفرة. وأوضحت اللجنة حول الوضع الوبائي في المدينة أن عدد الحالات المسجلة بلغ حتى الآن 296، أما حالات الشفاء فهي 249 والوفيات 39.
أعلن مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي لبريغا أن عدد المترددين على العيادة الخارجية بقسم العزل بلغ 3 حالات، وحسب تصريح لمنسق قسم العزل السريري بلبريغا فقد تم تحويل 2 بسيارة الإسعاف إلى مدينة بنغازي ودخول 1 جديدة مصابة بفيروس كورونا للقسم، وبذلك يكون عدد الحالات في القسم قد وصل إلى 5 حالات، 3 منها من مدينة جدابية وحالتان من لبريغا. افتتح أمس ببلدية بني وليد مختبر البي سي آر للكشف عن فيروس كورونا المستجد بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة الخدمات الصحية ورئيس وأعضاء لجنة التقصي والاستجابة السريعة في المدينة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد محمد أبو النيران أن إنشاء المختبر جاء بالتعاون مع مركز بحوث التقنيات الحيوية وأنه يهدف إلى الحصول على النتائج في أسرع وقت ممكن. تم صباح هذا اليوم الثلاثاء بمدينة بني وليد افتتاح المختبر الطبي الخاص بالبي سي آر التابع إلى إدارة الخدمات الصحية بني وليد. حقيقة افتتاح هذا المختبر في هذا الوقت يساهم أو يساعد العناصر الطبية والطبية المساعدة في أخذ مساحات بشكل كبير جدا. لدينا القدرة بدائيا على الشغل على 200 عينة يوميا يتم فحصها أو التأكد من خلوها من فيروس كورونا. كانت لدينا مشاكل خلال الفترة السابقة وهي الجهد الوقت، كانت النتائج تتأخر إلى ما يقارب الأسبوع في استخراج النتائج، والكل يعرف أن هناك حالات استعجالية لابد من صدور نتيجتها بشكل مستعجل. كان الشباب يعانوا من نقل العينات إلى مدينة طرابلس والمدن المجاورة لإجراء الاختبار. بعون الله وبافتتاح هذا المختبر نستطيع أن نقوم باستخراج نتائجنا خلال 24 ساعة. قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية نور الفسي رفقة عضو التفتيش والمتابعة بالوزارة محمد جلهوم بتفقد سير العمل في مستشفى الجلاء ببنغازي، واطلع خلال الجولة التي أجرى على سير العمل بمختلف الأقسام العلاجية والمخازن الطبية والمختبر الطبي والأشعة، مشددا على أهمية سرعة التعامل مع حالات الطوارئ وتقديم أفضل خدمة للمرضى، مشيرا إلى أن الزيارة الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة ومن أجل دعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل وتطوير نظم الطوارئ والخدمات الصحية. تفقد مدير عام مركز طبرق الطبي سير الامتحانات السريرية بقسم الباطنية لطلبة كلية الطب التي انطلقت بداية هذا الأسبوع، وأوضح عميد كلية الطب بجامعة طبرق فتح سنيني أن الامتحان كان في مادة الباطنية بإشراف أساتذة من جامعات مختلفة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الممتحنين بلغ 105 طلاب وطالبات بالكلية، وأكد أن الامتحانات أجريت على مجسمات نظرا للحفاظ على صحة الجميع من جائحة كورونا، ومن خلال تلك المجسمات يتعرف الطالب على التاريخ المرضي للحالة ويقوم بفحص الحالة عمليا ومعرفة التحاليل الخاصة بها. رصد مفتشو فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ببلدية وادي الشاطئ بعض التجاوزات في أحد المحال التجارية، وذلك بمزاولته لـ3 أنشطة مختلفة علاوة على عدم وجود ترخيص وانتهاء صلاحية بعض المواد. إلى ذلك ضبط فرع المركز بطرابلس تجاوزات في مستشفى السكري حيث لوحظ تهالك بعض المواد المستعملة في عيادة الأسنان، بالإضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية وانعدام النظافة بخزانة حفظ الأدوية في الصيدلية الداخلية وغيرها من التجاوزات التي استدعت رفعها جميعا إلى الجهات الضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. أقيمت مساء أمس مراسم افتتاح العيادة الجامعية داخل حرم جامعة بنغازي بحضور وزير التعليم فوزي بومريز ورئيس الجامعة عز الدين الدرسي وشخصيات من مختلف إدارات الجامعة وكلياتها، حيث قام وزير التعليم رفقة رئيس الجامعة بجولة داخل العيادة للتعرف على التخصصات المتاحة بها، مبديا سعادته بافتتاح العيادة الجامعية من جديد بعد صيانتها لتقديم خدمات مجانية لكافة شرائح الجامعة في أقسام الباطنية والعيون والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى قسم الأشعة والصيدلة.
أجرى مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم في الحكومة الليبية زيارة إلى جمعية الكفيف ببلدية بنغازي، وهدفت هذه الزيارة التي أجراها مكتب التعاون رفقة منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة إلى الاطلاع على أعمال الجمعية والوقوف على بعض احتياجاتها. ناقش فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمرج مشروع الميزانية التقديرية لعام 2021، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة مدير إدارة الشؤون المالية خالد سرير عن طريق فيديو الدوائر المغلقة عبر شبكة الإنترنت، حيث تم عرض الميزانية على اللجنة العليا والمقترح الخاص بمشروع الميزانية التقديرية الضمانية للعام القادم. عبر تقنية الفيديو وضع ملف مشروع الميزانية التقديرية لعام 2021 للمناقشة بفرع الضمان الاجتماعي المرج، وذلك نظرا لأهمية هذا المشروع وضرورة طرحه لتسهيل الخدمة لكل المتقاعدين. فكان الاجتماع عن طريق الدوائر المغلقة عبر شبكة الانترنت، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. نحن رعينا أن تكون أرقامنا حقيقية في إعداد الميزانية، أيضا نقدر الظروف الحالية التي يعني موجودة داخل البلاد. الهدف من مناقشات لإعداد الميزانية أساس ظهور الميزانية بشكل الأنسب، وليس فيها مثلا تجاوزات أو ما فيهاش تكلفة أو زيادة في التقدير. الاجتماع عرضت خلاله اللجنة الفرعية لإعداد مشروع الميزانية على اللجنة العليا المقترح الخاص بمشروع الميزانية التقديرية الضمانية لعام 2021. من بداية شهر 7 اللي فات نحن نوضع في هذا البرنامج وهذا الجدول الميزانية التقديرية، تبدأ طبعا الوضع الأساس اللي هي 3/4 سنة ليبدأ من شهر 1 عند شهر 8 تقسم ثم تضرب تعطى أرقام حقيقية لنهاية السنة، ثم على ضوها يتم الزيادات السنوية من خلال إحصائية ربط المعاشات وإعادة الربط. تسديد الاشتراكات في وقت أو التهرب منها أو عدم وجود نشاط اقتصادي بسبب طبعا جائحة كورونا، ونعرف جميعا أن من 1/3 حتى الأعمال الحرة اللي هي مقصود بها العميل اللي يحصل ضسم لم يتم العمل بيوم كامل من الإيراد، فذلك أثر سلبا على تحصيل الاشتراكات الضمانية. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الصندوق على وضع ميزانية حقيقية تخدم أهدافه وتوجهاته وتساعده على الإيفاء بالتزاماته تجاه المواطنين ودفع المعاشات لمستحقيها في مواعيدها المحددة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. مصلحة المطارات تطلع على مدى جاهزية مطار غات لاستئناف الرحلات.
أهلا بكم من جديد. تنفيذا لقرار المجلس التسييري لبلدية البيضاء بشأن تشكيل غرفة طوارئ وتطبيقا لتعليمات رئيس المجلس التسييري للبلدية علي حسين، انتشر أعضاء الفريق الممثلين للجهات الرسمية المعنية بعمل الغرفة صباح أمس في شوارع المدينة، حيث بدأ الفريق قبيل وأثناء تساقط الأمطار بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار بشكل مستمر عند أكثر النقاط عرضة للتجمعات المائية، وذلك بالتعاون مع فريق العمل التطوعي لنادي الأخضر. يستمر العمل لضمان عدم ازدياد منسوب المياه عند التجمعات المائية. هذا وناشد المجلس التسييري البيضاء المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة. كما أجرى مدير فرع الهلال الأحمر بمدينة البيضاء وبعض المتطوعين بمكتب الشباب بالفرع عمل تنظيف قنوات وفتحات تصريف مياه الأمطار في المدينة، وذلك لمنع حدوث تجمعات مائية والتي تؤدي لتكوين السيول كما حدث يوم السبت الماضي. هذا وستستمر خطة الطوارئ التي وضعها الهلال الأحمر بالتعاون مع السلطات المعنية طيلة فترة تساقط الأمطار. تمكنت فرق الصيانة بمحطات الصرف الصحي بشركة المياه ببلدية مصراتة من صيانة مضخة تصريف مياه أمطار إضافية بمحطة الرفع الثانية بمنطقة الفوشي. هذا وتعمل لجنة الطوارئ المركزية بالتعاون مع رجال الأمن مع رجال أعمال البلدية على توفير الدعم اللازم لفرق الصيانة من معدات السلامة الشخصية ومستلزمات الصيانة. يشار إلى أن عدد مضخات مياه الأمطار التي تعمل حاليا بالبلدية 3 مضخات، كما تتواصل المساعي من أجل صيانة ما تبقى من مضخات. بإشراف من الشرطة الزراعية والإصحاح البيئي وقطاع الزراعة ببلدية زليتن انطلقت حملة لرش الحشرات الناقلة للأمراض، وتستهدف هذه الحملة التي جاءت بالتنسيق بين الشركة العامة لخدمات النظافة فرع زليتن ومديرية أمن زليتن المستنقعات والأسواق الشعبية، وذلك على إثر بلاغات عديدة من المواطنين بضرورة رش بعض الأماكن حفاظا على الصحة والسلامة العامة. عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بالخطابية اجتماعا مع مسؤولي قطاع الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني ومدير مكتب المشروعات ورئيس لجنة الإزالة، وجاء الاجتماع لمناقشة أعمال البناء خارج المخطط بالتجاوز ودون رخصة بناء، ومنها ما هو مجرد على كوابل الكهرباء وخطوط المياه والهواتف. وقد تم تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المختصة للمرور على كل المباني التي بنيت خارج المخطط والتعديات على خطوط المياه والكهرباء والبريد وغيرها. استقبل عميد بلدية غات موسى سنوسي في مطار غات الدولي وفدا ضم ممثلين عن هيئة الطيران المدني ومصلحة المطارات والمركز الوطني للأرصاد الجوية ومصرف ليبيا المركزي. واطلع الوفد على مدى جاهزية مطار غات الدولي لاستئناف الرحلات الجوية الداخلية واستعدادات مختلف الجهات داخل المطار لتشغيله. وأكد عميد بلدية غات ضرورة عودة الحياة لمطار غات الدولي واستئناف الرحلات الجوية للتخفيف عن المواطنين مشاق السفر، مطالبا بتوفير المتطلبات الطلبات العاجلة للبلدية وإيصال السيولة النقدية للمصارف العاملة فيها. هذا ووصلت طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار غات، وعلى متنها فريق فني من مصلحة المطارات ولجنة الحوكمة بالشركة الليبية الإفريقية القابضة، وذلك كمرحلة تجريبية لمعاينة الأوضاع التشغيلية بمطار غات استعدادا لعودة الرحلات الجوية رسميا بين مطار معيتيغا وغات. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. بعد توقف الرحلات الجوية لأشهر عديدة جراء جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على حركة النقل الجوي وحتى الأرضي، أصبح من الأهمية بمكان حلحلة أزمة توقف الطيران، حيث إنه لن يجدي نفعا الوقوف مكتوفي اليدين والاستسلام خوفا من فيروس كورونا، فلا بد من التأقلم مع الفيروس وفقا للإجراءات الاحترازية. وعليه وصلت طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار غات، وذلك كرحلة تجريبية لمعاينة الأوضاع التشغيلية بالمطار استعدادا لعودة الرحلات الجوية رسميا بين مطار معيتيغا وغات. اليوم استغنينا الفرصة نحن جينا هنايا نبغى نشبحوا
المشاكل اللي صايره في الارصاد الجويه هناك كمحطه ارصاد جويه وكمنطقه طغات كلها يعني بصفه عامه. الحق يعني المركز الوطني بالاداره العليا برئيس المركز وكذا نبه علينا والحق وصى توصيه متكامله ان احنا لازم نشوفوا شين النواقص اللي موجوده واللي نقدر نوفرها في الوقت الحاضر. يعني ميلاد الهجرسي رئيس لجنه الحوكمه بالشركه الليبيه الافريقيه القابضه قال ان زيارات لمطار غات جاءت في اطار رفع المعاناه عن سكان غات وتسهيل حركه السفر، حيث ان مطار غات هو الثالث بعد مطاري بنينه وسبها. ظروف القاهرة والاستثنائية التي مرت بها شركات الطيران في ليبيا، منها الشركة الليبية شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الجوية الأفريقية، خسائر نتيجة الحروب المتتالية وصلت للمليارات، إضافة لذلك جائحة كورونا أثرت على سير العمليات التشغيلية. بإذن الله في القريب العاجل إن شاء الله، زي ما حكيت لك التجهيزات احنا حاليا في طور الاطلاع لتجهيزات المطار. ومن جانب آخر باشرت الفرق الفنية في أعمال المعاينة والإصلاحات السريعة ورصد الاحتياجات التشغيلية للمطار، إلى جانب الوقوف على الإجراءات المتبعة بالمطار للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، حيث إن هذه الخطوة بمثابة إعادة السيطرة على الطيران الجوي من جديد وفتح الخطوط الجوية بجميع مطارات ليبيا. أعلنت الشركة العامة للكهرباء نشوب حريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة 220 كيلو فولت شرق مدينة طرابلس، حيث قامت إدارة السلامة العامة بتوجيه سيارات الإطفاء لمكان الحريق. الشركة أكدت تمكن سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون أي خسائر بأبراج خط القربول بئر الأسطى ميلاد، كما ناشدت المواطنين عدم وضع القمامة بجانب المحطات أو أي مكون من مكونات الشبكة الكهربائية لما لها من أثر سلبي كبير. ضمن خطة تدعيم البنية التحتية للكهرباء بمدينة زليتن انتهت أعمال المرحلة الأولى من إنشاء المحطة المجرورة بالفرع البلدي سوق الثلاثاء، وشملت هذه الأعمال التي جاءت بالتنسيق بين المجلس البلدي والشركة العامة للكهرباء إنشاء القواعد الخاصة ببرج الشد وأعمال الحفر والخرسانات المسلحة وأعمال الردم، بالإضافة إلى تنفيذ قواعد هيكل الاستقبال داخل المحطة. يذكر أن المجلس البلدي زليتن شرع في شراء قطعة أرض خاصة بالمحطة لتسريع إنجاز هذا المشروع الحيوي. شهدت مدينة سرمان الجميل انطلاق الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية للكهرباء، وحث أصحاب المحال التجارية على تركيب عدادات وسداد ما عليه من التزامات. وحسب الشركة العامة للكهرباء فقد قامت إدارة خدمات المستهلكين في الساحل الغربي بتشكيل فرق عمل بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومديريات الأمن، حيث تمت خلال اليوم الأول من الحملة إزالة العديد من التوصيلات غير الشرعية ومخاطبة العديد من أصحاب المحال التجارية. عقد نادي الهلال مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الكرة الرسمية لنادي الهلال والتي سيخوض بها منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. هذا وأوضح النادي خلال مؤتمره الصحفي تفاصيل عقد الشراكة المبرم بين الهلال وشركة تمبو النمساوية، حيث تعد هذه الشركة معتمدة من الاتحاد الدولي وتمتلك كرات التدريب التي تم الاتفاق على تأمينها مواصفات عالية تساعد اللاعب على الحركة واللعب بسهولة ويسر. طبعا من لحظات انتهاء المؤتمر الصحفي بخصوص العقد مع شركة تيمبو النمساوية، حتمد نادي الهلال لمدة 3 سنوات أو 3 مواسم بكرات التدريب والمباريات الرسمية. طبعا قلنا العقد مدة 3 مواسم، حتمد طبعا الفئات السنية لعند الفريق الأول بما يكفيه من كور تدريب وكور مباراة رسمية، وفي اتفاقات طبعا مع هذه الشركة وفيه امتيازات خاصة احنا حصلنا عليها يتم الإعلان عنها في حينها، بالإضافة إن في أفكار جديدة وأفكار متطورة أفكار احترافية إن شاء الله نادي الهلال من مدة يسعى فيها.
ضمن بطولات الاتحاد الفرعي للرماية في ليبيا، انطلقت بطولة الوحدة في مدينة الزنتان بمشاركة أغلب الأندية الليبية. هذا وشهدت بطولة الرماية بالأطباق حضورا كثيفا بغابة الكشاف بالزنتان، وذلك لتعطش اللاعبين لهذه اللعبة والتي يعول عليها نادي الوحدة بالزنتان في رفع المستوى في المشاركات الخارجية لتنشيط الأندية الليبية في كنف المنافسة والعودة إلى الرياضة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا. يتهيالي أكثر من 5، 6، 7، 8 نوادي مشتركين، وشباب بيحاولوا يوصلوا لنتائج بالرغم من أن ظروف الرماية في ليبيا صعبة إلى حد ما، ولكن أنا أشكرهم على هذا المجهود اللي قاموا به وهذه الدعوة اللي داروها للشباب. كانت بطولة جيدة جدا، كانت مشاركة واسعة على مستوى ليبيا، وهذا دليل على أن الرياضة تجمع ولا تفرق. والآن نتابع أسعار العملات. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خلال اجتماعه الرابع، مجلس وزراء الحكومة الليبية يتخذ جملة من القرارات المهمة. تسجيل 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا و586 حالة شفاء. صندوق الضمان الاجتماعي المرج يناقش مشروع الميزانية التقديرية الضمانية للعام القادم. نشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.